فين كان الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض؟ السؤال هذا دائما يجينا، فين كان جل في علاه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلطان من تيك توك، جايكم أخيرا في تيك توك إنسان قصصي وشوية ترحال، وإن شاء الله حيجيكم يوتيوب قصص بتفصيل وشوية ترحال أو كثير والله ما أعرف، بس المهم أهم شيء جينا والعود أحمد ما أدري زخر بس جينا خلاص. أهم شيء سلطان صار عنده قناة يوتيوب هيسوي فيها سلسلة البداية والنهاية، هي عبارة عن سلسلة من الله سبحانه وتعالى كان لوحده جل في علاه إلى يومنا هذا، سلسلة مرة طويلة، سلسلة بإذن الله هتكون متكاملة معايا إن شاء الله معكم سلطان، وحنعيش التفاصيل. طبعا حيكون عندي مسار واحد اللي هو مسار الانبياء، ما حروح اتشعب يمين ويسار، ما شاء الله تبارك الله في قنوات مره كثير في اليوتيوب متشعبين، انا كسلطان احب مسار واحد اللي هو مسار الانبياء ومسار الصحابه، وبعدين ندخل في مسار الدول الامويه والعباسيه وهذه الاشياء الى ما نوصل للدوله السعوديه اللي احنا فيها. فيلا نبدا. فالسؤال فين كان الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض؟ هذا السؤال سالوه الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم. فخلينا نبدا كلامنا انه العقل البشري له حد من الاستيعاب، نفس موضوع الجسم البشري له حد أو قدرة ما يمدي يعديها. الجسم البشري ما يمدي يطير، وكذلك العقل البشري ما يمدي يفكر فوق الحدود المعطية له. فالعقل البشري سبحان الله ما يقدر يستوعب أي حاجة ويكون عنده علم كل شيء، فمهما حاولنا هتبقى عندنا حدود مستحيل نطلع منها. كان الله سبحانه وتعالى واحد، لما يكون شيء غيره كان لوحده فرد صمد لا شريك له، حرفيا ما في احد كان معاه، كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ما في احد بس الله سبحانه وتعالى، هو الاول والاخر. ثم بعدها خلق عرشه المهيب الواسع على الماء، وبعدها خلق القلم وخلق اللوح المحفوظ وقال للقلم اكتب، فكتب كل حاجة من هذيك اللحظة إلى يوم القيامة. واللوح المحفوظ هو كتاب إخبار بما سوف يحدث، لا كتاب إجبار على ما سوف يحدث. وهذا يفسر الآيات اللي تكون في القرآن الكريم مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غلبت الروم، والروم في وقت نزول الآية لسه ما غلبت على يد الفرس، ولكن شوف هذه الآية جت بالفعل الماضي والأمر كان كأنه قد حدث، هو لسه ما حدث. وكثير آيات في القرآن بالفعل الماضي ولسه ما صارت، زي مثلا آيات الجنة. فاللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب فيه مقادير العباد قبل أن يخلقهم والله سبحانه وتعالى جميعهم. وبعدها جل في علا خلق الشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال والأشجار والأنهار وما بينهما والأشياء العظيمة هذه كلها في 6 أيام، ثم استوى على العرش. وعرش الرحمن، عرش الرحمن العظيم اللي المسافة بين قطريه مقدار 50,000 سنة. وللمعلومية ترى عرش الرحمن يختلف عن الكرسي، فالكرسي هو موضع القدم، أما العرش فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة في العالم، هو سقف المخلوقات جميعهم، وهو أكبر من الكرسي. فالعرش يحمله 8 من الملائكة اسمهم حملة العرش، ويطوف حوالينه ملائكة يسبحون الله سبحانه وتعالى. يا أخي تخيل معايا، تخيل معايا بين كل سماء وسماء مقدار 500 سنة، يعني بين السماء الأولى والثانية 500 سنة، وبين السماء الثانية الثالثة 500 سنة، إلى السماء السابعة، ومن السماء السابعة للكرسي 500 سنة، وفوق الكرسي الماء، وفوق الماء عرش الرحمن جل في علاه، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى، فهو الله سبحانه وتعالى العلي فوق كل حاجة، وأيضا الله محيط بكل شيء علما. الله فوق وبرضه يحيط بكل، فبعد ما خلق السماوات والأرض والجبال وغيرها استوى على العرش بشكل يليق بجلاله جل في علاه. فبعدها نروح للتسلسل الثاني اللي هم خلق الملائكة. فالملائكة عليهم السلام مخلوقات من نور جميلي المظهر، كرام بررة مسكنهم السماء. صفاتهم الظاهرية متفاوتين في الخلق والمقدار، بمعنى انه بعضهم عندهم جناحين بس، وفي اللي غيرهم 3، وفي اللي غيرهم 4 أجنحة وغير كذا، وفي بعضهم يوصل ل600 جناح زي جبريل عليه السلام. تخيل المنظر المهيب، ملك ب600 جناح، وكل جناح منها قد سد الأفق، ويسقط من أجنحته التهاويل، أشياء كذا مختلفة الألوان من الدرر واليواقين. ومن وظائف الملائكة في منهم الموكلين بالجنة مثل خازن الجنة رضوان عليه السلام،
وفي منهم الموكلين بالنار وهم الزبانية وخازنها مالك، وفي رقيب وعتيد اللي هم يسجلوا أعمال العباد، وفي إسرافيل عليه السلام الموكل بنفخ الصور. ولنا وقفة مع إسرافيل هذا عليه السلام. تخيلوا أن الصور الآن في فمه جاهز فقط مستني أمر الله سبحانه وتعالى يقول له يا إسرافيل أنفخ في الصور. وفي منهم الراكع الدائم والعابد الدائم والقائم الدائم والساجد الدائم، يعبدون الله بلا تعب وبلا كلل، مخلوقين لهذا الشيء، لعبادة المتكبر العظيم جل في علاه. والملائكة أيضا عندهم القدرات أنهم يتشكلوا على أشكال بشرية، زي مثلا لما جبريل عليه السلام كان ينزل للرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله عن بعض الأشياء. والملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون ولا يشتهون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي بعض الديانات قالوا أن الملائكة إناث، ولهذا نزلت هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالله سبحانه وتعالى نفى موضوع الأنثوية عن الملائكة جل في علا. طب إذا الملائكة ما هم إناث، أجل إيش هم؟ إيش ذكور ولا إيش؟ أبشرك هم لا إناث ولا ذكور. فعلميا إنه الإناث مرتبطين بالذكور والاثنين يكملوا بعض، فالأول ما يمديه يتكاثر إلا بالثاني بعملية تسمى التزاوج. فلهذا السبب الملائكة بدون جنس معين لأنهم لا يتناكحون. نفس الشيء بموضوع الأكل والشرب، لو كانت الملائكة تأكل وتشرب لكانت تتعب وتجوع وتشتهي الأكل وتتعب لو ما أكلت. فهذه الصفات معروفة بالمخلوقات اللي حوالينا، عشان كذا بعقلهم البشري يحطوا إنه الملائكة إناث عشان يكونوا متعارفين لنا، وهذا شيء غلط. فبعد ما خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة، قيل والله أعلم أنه جعل وخلق مخلوقات في الأرض، وهذه المخلوقات أسفكت الدماء ونشرت الفساد في الأرض نشر. فبعدها أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم مخلوقات عشان تبيدهم. من هذه المخلوقات وإيش الموضوع؟ كل هذا حنعرفه في الحلقة الجاية من البداية للنهاية. ولا تسجوني في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر وإنستغرام. سلطان حبادي، سلام.